بسم الله الرحمن الرحيم، الواحدة صباحا بتوقيت السودان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير حرص السودان ودعمه على بسط الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى الروابط التاريخية التي تربط الشعبين السوداني والليبي. واطلع لدى لقائه ببيت الضيافة وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي عاشور بن خيال على التطورات الأخيرة بليبيا وسير الانتخابات البرلمانية بها. وقال عاشور إن اللقاء تناول آفاق التعاون بين البلدين، معربا عن تقدير بلاده حكومة وشعبا للدور الذي ظل يقدمه السودان لليبيا حتى تكللت ثورتها بالنجاح. وأضاف أن بلاده تساند وتدعم كل ما من شأنه أن يحقق الاستقرار والسلام بالسودان ويعزز التعاون المشترك بين الخرطوم وطرابلس. هذا وقد انطلقت بالنادي الدبلوماسي بالخرطوم المباحثات السودانية الليبية، حيث رأس الجانب السوداني وزير الخارجية علي أحمد كرتي، ورأس الجانب الليبي وزير الخارجية والتعاون الدولي عاشور بن خيال. وتناول الجانبان خلال المباحثات كيفية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما شملت المباحثات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة. وبحث الجانبان أيضا سبل تعزيز التعاون بين السودان وليبيا، حيث جدد وزير الخارجية دعم السودان لليبيا في كل المجالات وسعيه لتطوير العلاقات في المرحلة المقبلة، بينما أشاد وزير الخارجية الليبي بالدور الذي قام به السودان في دعم الثورة الليبية من أجل التحرر من نظام القذافي، مؤكدا تطلع طرابلس إلى مساعدة الخرطوم في مرحلة البناء التي أعقبت ثورة 17 فبراير. من ناحية أخرى، أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير التزام الدولة بالعمل على تطوير قدرات القوات المسلحة وتطويرها لدعم مسيرة السلام والتنمية وحماية حدود السودان وسيادته. جاء ذلك لدى زيارته القيادة الجديدة لسلاح الأسلحة والذخائر بالكدرو. وقال رئيس الجمهورية إن ما تم إنجازه في هذا المجال يعد إنجازا كبيرا لرصيد القوات المسلحة العامر بالبذل والعطاء. هذا وقد تفقد رئيس الجمهورية والوفد المرافق له المنشآت المزمع افتتاحها في القريب العاجل. من جانبه أكد وزير الدفاع الفريق أول الركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين أن نقل القيادة الجديدة لسلاح الأسلحة إلى منطقة الكدرو جاء لإزالة هواجس ومخاطر وجود الذخائر في المناطق المأهولة بالسكان. انطلقت بحاضرة ولاية شمال دارفور الفاشر أعمال مؤتمر أهل دارفور للسلام والتنمية والوحدة بمشاركة النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه وولاة دارفور وقيادات السلطة الإقليمية والفعاليات السياسية والشعبية بدارفور وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالبلاد. وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية التزام الدولة التام بالعمل على إنفاذ ما ورد في بنود وثيقة سلام الدوحة وإنفاذ مشروعات التنمية، خاصة طريق الإنقاذ الغربي وربط دارفور بالشبكة القومية للكهرباء. ودعا طه الحركات المسلحة التي لم توقع إلى الانضمام لمسيرة السلام، وقال إننا ماضون في مواجهة التحديات التي تواجه عملية السلام. من جانبه أكد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التيجاني سيسي التزام السلطة بالعمل على إنفاذ وثيقة سلام الدوحة إلى أرض الواقع، وأشاد سيسي بالدور الذي تقوم به قطر في دعم مسيرة السلام والتنمية بدارفور. تحية لكم وفي أمان الله.